السلام عليكم، جيتكم اليوم فيديو جديد. فيديو نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. الا عجبتكم ما تبخلوش عليا بلايك، كذلك اشتراك في القناه اللي مازال ما اشتركت، الضغط على الزر الاحمر الموجود تحت الفيديو والضغط كذلك على الجرس باش تبقاو توصلوا بكل ما هو جديد. مرحبا والف مرحبا. بالنسبه لفيديو البنات ديال اليوم فهي كيكه هكا كتجي منمره بالنسبه للبنات اللي يعني ما عندكمش باش تذوقوا الكيك ديالكم، يعني ما توفرش عندكم في البيت. هذه طريقه زوينه وكتجي كذلك حتى في المنظر كتجي جميله جميله بزاف. غنحاول انا نقرب لكم الكاميرا تشوفوا الشكل ديالها اكثر، يعني كي كيجي ملي كنبعد ما كتبانش. من البنات كتجي بنينه بنينه بزاف، بنكهه الحامض، كتجي لذيذه، كيكه رائعه بزاف. نتمنى ان شاء الله انها تنال الاعجاب ديالكم، وتجربوها ترجعوا لي في التعليق كيفاش جاتكم. ما بقى الا نقول لكم دوزوا بركه الله لطريقه التحضير والمقادير. فبالنسبه للمقادير البنات، اول شيء خليت واحد البول اللي غنوضع فيه هكا 4 بيضات، ضروري البنات يكونوا بحراره الغرفه. ومن بعد غنوضعوا فوق ال4 بيضات كاس ديال السكر سنيده وقبصه صغيره ديال الملح. كيف ما شفتوا كاس ديال السكر سنيده وقبصه صغيره الملح و4 بيضات. نكتب لكم البنات، نحاول نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. صافي كناخذ الفوي او الخلاط اليدوي وكنطرب داك البيض وسنيده مزيان حتى كنحس ان سنيده يعني بدات كدوب ليا. ممكن تستعملوا الخلاط الكهربائي. صافي البنات، من بعد ما شفت ان سنيده دابت ليا كنضيف هكا كاس ديال الزيت النباتيه، غالبا يعني زيت العنبه، عفوا كاس ديال العنبه. كنضيف كاس ديال الحليب. كيف ما شفتوا 4 بيضات، قبصه ديال الملح، كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الحليب وكاس ديال الزيت، وكنخلط مع يعني استمرار في التحريك. بالنسبه للبنات كيف ما كتشوفوا ممكن ديروا بشر حامضه يعني او ليمونه، كنبشروها مزيان وكنديروها. انا هنا كان عندي مجمد درتو، مهم حامضه صغيره ديروا البشر ديالها. كذلك ضفت جوج ساشيات ديال الفانيليا. كيف ما ممكن ديروا 2 ملاعق يعني ديال الفانيليا السائله. وهنا نضيف 3 حبات ديال البيكنج باودر او الخماره الكيميائيه، 3 ديال الساشيات بوزن 800 غرام. صافي غادي نخلط، ومن بعد ما بقى لي الا نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق البنات فانا درت هنا 300 غرام او 3 ديال الكؤوس، يعني ما يكونوش عامرين بزاف. يعني نتوما عينيكم اذا كنتو تبقاو تضيفوا الدقيق كيبقى على حسب الدقيق حتى تحصلوا على القوام ديال الكيك اللي بغيتوه. انا هنا كيف ما قلت لكم درت 3 كؤوس، يعني 300 غرام، 3 ديال الكيسان يعني ما عامرينش. صافي كنستمر هكا في التحريك حتى كنحصل على هذا القوام هذا اللي عندي. انا البنات كنعتذر بزاف مشى ليا المقطع اللي درت فيه هادو، المهم غادي نشرح لكم هكا. هنايا اول حاجه خديت واحد البول اللي وضعت فيه هكا القليل من العجين ديال الكيكه، وضعت فيه ملعقه كبيره مملوءه ديال الكاوبيل او الكاكاو الحلو كيف ما كتلاحظوا. وهنا البنات خديت كذلك واحد البول واحد اخر اللي وضعت فيه هكا تاهو كميه من العجين. وبالنسبه هنا مازال انا ما كملتش بالتحريك ديال العاده نكملها، ضفت لي ملعقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان كيف ما كتلاحظوا. اما البنات انكم ديروا مثلا الكاوبيل والكاكاو المر، انا هنا ما كانش متوفر عندي، ديروا كاكاو المر وواحده فيها الكاوبيل او الكاكاو الحلو. انا هنا ضفت كذلك داك القهوه، عطات واحد النسمه زوينه، درت الكاوبيل والقهوه. هنا البنات كيف ما كتشوفوا خديت مول هكا ما كندهنوا حتى شي حاجه. خديت الساشيات اللي وضعت فيهم داك العجين ديالي اللي فيه الكاوبيل واللي فيه القهوه، نحاول ناخذ شي حاجه باش نثبت يعني شي فوطه كصغيره يعني نثبت بها المول ديالي. صافي غادي ناخذ ديال القهوه وغادي نوضع النقط هكا في المول ديالي كيف ما كتشوف. انا هنا البنات واحد المعلومه، يعني احسن من هاد لي مول هادو، انا متوفرين عندي حاليا غير هاد لي مول هادو ديال الطين. الا كان عندكم متوفرين مولات ديال الحديد او ديال الالومنيوم او شي حاجه بحال هكا ديروا كتشد لكم احسن. ديجا كان عندي البنات وضاع ليا، ديجا درت فيه هاد الكيكه هادي وجات اروع، يعني ما سالتش ليا يعني ما سرحاتش ليا داك. انتم عاد تشوفوا كيفاش تنزل ليا داك الزواق ديالي، مي واخا هكا كيعطي طيب يعني لوفي ديالو في الكيكه. المهم كيف ما قلت لكم الا كان احسن. صافي البنات من بعد ما وضعت نقط داك ديال عفوا بعض ديال القهوه، كناخذ هكا هكاك ديال الكاكاو وكنحاول نوضع الدوائر فوق منهم كيف ما كتشوفوا على شكل منمر. المهم راه واضح في الفيديو، كنكمل بنفس الطريقه ديال القهوه، كنوضع نقط
ومن بعد كندور عليهم كيشتو سالية مع الجنب، مي واخا هكا كيعطي واحد المنظر اللي هو جميل. كيف ما قلت لكم الا كان الاخر يعني ما كيدير حتى شي حاجه، وكيف ما شفتوا داك كنحاول انني ننقط مع داك ديال الكوبيل، كنضع فيه نقط يعني كنعمر داك الفراغات، ومن بعد كنوضع الكيك ديالي هكا من الفوق، وبنفس الطريقه كندير هكا في وجه ديال الكيك، كنوضع النقط بعدك ديال القهوه كيف ما كتلاحظوا، كناخذ ديال الكوبل وكنوضع هكا دوائر من فوق منه. صافي البنات نستمر كنكمل داكشي اللي عندي كامل، ومن بعد هنا كنت مسخنه الفران من قبل، ونوضع الكيك ديالي طيب تقريبا لمده خدات معايا نصف ساعه، تسمعي نصف ساعه البنات كانت الكيك ديالي جاهزه. هنا كيف ما شفتوا داك الشيء اللي تبقى ليا كنوضع هكا نقط كنعمر به داك الفراغات اللي عندي. صافي هنا البنات كيف ما كتشوفوا بعد ما دازت لي انا السفعه في الفران كتشوفوا ان الوجه ديالها تحمر، كتكون الكيك ديالي جاهزه كتجي بهذا الشكل هذا. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها، كتجي خفيفه وداك النكهه ديال الفاني مع الحامض كتعطي واحد النكهه رائعه. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وترجعوا لي في التعليق كيفاش جاتكم. ما بقى الا نقول لكم مع السلامه، غدا ان شاء الله في فيديو جديده. مع السلامه، باي باي.